مرحبا. فكرة هذا التأمل اليوم اللي رح نسويه اجتني بإلهام من واحد، من شخص من هاواي. حضرت له مقابلة على الإنترنت، ويبينار قبل أشهر، وصراحة نسيت اسم الشخص، ورح أحاول ألاقي اسمه وحطه بصندوق الوصف. التأمل كتير حلو وغريب شوي. أقعد بمكان هادئ ومريح وغمضوا عيونكم بهدوء، اسمحوا لجسمكم إنه يسترخي. رح نبلش التنفس 3 مرات، الشهيق والزفير من الأنف، شهيق 2 3، احبسوا النفس 2 3 4 5، زفير 2 3 4 5 6 7، شهيق 2 3، احبسوا النفس 2 3 4 5، زفير 2 3 4 5 6 7، آخر مرة شهيق 2 3، احبسوا النفس 2 3 4 5، زفير 2 3 4 5 6 7. هلأ رجعوا نفسكم لوضعه الطبيعي. تخيلوا أو حسوا بنور إلهي لونه ممزوج بين الزهر والأزرق الفاتح، بنزل هذا النور من فوق راسكم كأنه شلال وبنزل لجبينكم، لعينيكم، لأنفكم ولتمكم. هذا النور الإلهي بنزل لرقبتكم، لكتافكم، ولإيديكم وأصابع إيديكم. هذا النور هلأ بنزل لمنطقة القلب ولبطنكم وحوضكم وإجريكم وأصابع إجريكم. حسوا بحركة هذا النور بجسمكم وشعوركم فيه لما يتغلغل بكل خلية بجسمكم. هلأ تخيلوا أو حسوا كأنه على يمينكم حد أو شخص، هو أنتو قطاقة ذكورة، وعلى شمالكم شخص تاني
هو أنتو بس كطاقة أنوثة. وتذكروا أنه الذكورة والأنوثة ما بتعني المرأة أو الرجل، يعني الأنوثة ما بتعني أنها مرأة والذكورة ما بتعني أنها رجل، لأنه ممكن تشوفوا حالكم كطاقة ذكورة كبنت أو ست، وطاقة أنوثة كشب أو رجل، والعكس كمان بيصير. فتخيلوا على يمينكم طاقة الذكورة وعلى شمالكم طاقة الأنوثة. وتخيلوا أو حسوا هدول الطاقتين تحكي مع بعض، وإنتوا عم تتفرجوا عليهم وتكونوا مراقبين لحوارهم. طاقة الأنوثة اللي عشمالكم هي اللي رح تبلش الحوار بالأول، وتحكي لطاقة الذكورة: أنا حاسة فيكي يا طاقة الذكورة، وأنا كطاقة أنوثة كل عواطف جياشة، أنا الاحتواء، أنا العطف، أنا الحدس، أنا الرحمة، أنا السكينة، وأنا بطلب منك يا طاقة الذكورة السماح، لأنه مرات بيكون عندي حساسية زايدة وبعتمد على غيري وبحس بالضعف والاحتياج. وأنا بحكي لك يا طاقة الذكورة إنه شايفاكي كمحارب معطاء، وبرضه بطلب منك بكل حب إنه تعبري عن عواطفك وتكوني على حقيقتك يا طاقة الذكورة، وما تحطي أقنعة. هلأ طاقة الذكورة بترد على طاقة الأنوثة بعد لحظات صمت، وبتطلع من قوقعتها وبتحكي لطاقة الأنوثة: أنا شايفاك يا طاقة الأنوثة بقوتك وجبروتك، وبحكي لك إنه أنا بمثل الدعم والتخطيط والإنجاز والأفكار والثقة، وبطلب منك بكل صبر إنه تتذكري دائما قوتك وما تخجلي منها وما تحسي بالعار والذنب. وبطلب منك كمان إنك تحسي بالأمان والحب الغير مشروط، وإنه تسامحيني لأنه مرات بكون متحكمة وعديمة الصبر وبنتقدك وبلومك. هلأ راح أترككم لمدة 5 دقايق عشان طاقتكم، طاقة الذكورة والأنوثة فيكم تكمل الحوار اللي حكيناه قبل شوي. وإذا تشتتوا بالأفكار والمشاعر
ارجعوا تنفسوا بمنطقة القلب واسمحوا لهاي الأفكار والمشاعر بالعبور، ورجعوا وعيكم للحوار الداخلي بين طاقتكم الذكورية والأنثوية.
هلأ بعد هذا الحوار تخيلوا أو حسوا طاقتكم الأنثوية والذكورية تندمج مع بعضها البعض كأنها صارت طاقة واحدة، وهاي الطاقة حطوها بقلبكم. وهلأ رجعوا وعيكم للغرفة اللي انتوا فيها وحركوا أصابع إيديكم وإجريكم، ولما تكونوا جاهزين فتحوا عينيكم. إن شاء الله يكون عجبكم التأمل، وتذكروا دايما أنه كل واحد فينا عنده طاقة أنثوية وطاقة ذكورية، أهم شيء يتوازن بينها عشان كتير أشياء رح نحكي فيها بالفيديوهات الجاية إن شاء الله، وبرضو حكينا عنها جزء بسيط بفيديو مراحل توأم الشالة. بتمنى لكم نهار سعيد أو ليلة سعيدة، ويعطيكم ألف عافية.